السلام عليكم. محاضرة اليوم راح تتعلق باليونت سيستمز، الأنظمة للوحدات. خلينا نتكلم شوية شنو الموضوع بصورة عامة. شوفوا، احنا من نتكلم عن الهندسة، عن الفيزياء، عن الكيمياء، احنا دائما نتعامل بكميات. ايش كم كيلو كتلة مثلا هذه المادة؟ ايش كم لتر حجم هذا النفط؟ ايش قد سرعة السيارة؟ كل هاي الكميات هي كميات فيزيائية، نحتاج إلى تعبير، إلى أرقام حتى تعبر عن قيم هاي الكميات. زين، لهذا السبب احنا دائما عندنا مفاهيم نريد نعطيهم أرقام، نعطيهم أعداد حتى نقدر نحسب، حتى نقدر نقارن، نشوف ياهو أكبر ياهو أصغر وإلى آخره، سعر، تسعيرات وإلى آخره. زين، مثل ما تعرفون بالفيزياء، بالكيمياء، بالهندسة بصورة عامة، احنا عندنا دايمنشن، عندنا أبعاد. شنو الدايمنشن؟ دايمنشن هو البعد، بمعنى مرة أنا أتحدث عن كمية، عن درجة الحرارة. زين، فأقول دايمنشن مثلا temperature هو دايمنشن، temperature هو فد بعد من أبعاد للمادة، أو من الأبعاد بصورة عامة، لا أقول للمادة حتى لا أتخصصها. زين، مرة أقول هذا ال أو هذا الجسم هو حجمه مثلا افرض 5 ألتر، الحجم هو شنو؟ هو فد دايمنشن، اذا فد صفة، فد خصيصة، اريد اتحدد فد شيء عن باقي الاشياء، وهو شنو؟ هو الحجم، يعني الصفة تشرح لي صفة من الجسم. زين، بعد شنو عندنا دايمنشن؟ مثلا اقول اتصوروا انه السرعة، سرعة السيارة هو ايضا دايمنشن. زين، اذا دايمنشن عرفنا شنو مفهومه. زين، اذا اليونت شنو، الوحدات شنو؟ اقول كل دايمنشن حتى اعبر بارقام احتاج الى وحدات. وحدات، زين، شنو الوحدات؟ مثلا اقول دايمنشن، وحده من الدايمنشن هو طول، طول الاشياء، مثلا مسافه ما بين النقطتين، صحيح؟ هذا الشيء، إذن الطول هو دايمنشن، أو اللينث هو شنو، هو فد دايمنشن. زين، شنو وحداته؟ أقول أنت بكيفك، بيا وحدات تريد تتعامل، بيا أنظمة تريد تتعامل. نظام الإس آي يقول وحدة الطول هي شنو، هو الواحد متر. ممكن تتعامل بغير نظام، مثلا النظام البريطاني ممكن يقول لك وحدة الطول هو، لا مو متر، هو فوت. يعني الوحدة هو معناته أني آخذ فد نقطتين ثابتة ما تتغير، وأسمي هذه المسافة بالواحد، يونت. زين، إذا هذا الوحدة يعني جاي من أساس تعريف واضح، وهو أنه الواحد، المقياس الواحد للدايمنشن، للبعد، هذا أسميه يونت أو وحدة. فإذا من أقول 5 أمتار، يعني عدي مسافة أو طول لجسم هو 5 أضعاف لوحدة الطول في نظام الإس آي اللي هو المتر. يعني أنا عندي فد قطعة ثابتة، طبعا نحافظ عنها في فد متحف خاص للوحدات، وهي عبارة عن أسطوانة مؤشر عليها نقطتين، المسافة ما بين هاي النقطتين على الأسطوانة اللي مصنوعة من فد ماتريال خاص، طبعا في درجة حرارة محددة وإلى آخره، هاي المسافة بين النقطتين اللي موجودة على هاي الأسطوانة أسميها 1 متر. زين، هاي شوي راح نبتعد وايد، دخلنا تفاصيل عن الوحدات وإلى آخره، بس بصورة عامة كل واحد يعرف الوحدة هو معناته المقياس اللي احنا نتفق عليه لفد دايمنشن محدد. مثلا للدايمنشن اللينث، للدايمنشن الطول، أني أقدر أعبر 1 متر هو شنو؟ هو وحدة قياس الطول. زين، ممكن واحد يقول أستاذ أني ما عدي مثلا فد شي دقيق جدا، أريد هسه على السريع أعطي فد قياس مثلا لصديقي حتى يشتري لي فد بضاعة محددة. مثلا أفرض هسه الصيف حار، أريد أشتري مسبح الأطفال يلعبون بيه، صحيح؟ أقول له مثلا أريد المسبح بقد مثلا شنو يكفي بالطرمة، فاحسب لي قدمين طول مثلا قدم عرض، صحيح؟
فإذا القدم هنا أنا شنو صار عندي؟ هو وحدة طول، صحيح؟ لأنه هو صار المقياس. زين، طبعا احنا في المجال الهندسي خو ما عندنا هيك وحدات يعني مو موحدة، مو واضحة، كميتها تتغير وإلى آخره. فإذا صار الفيديو مطول، بس ضروري أنه نعرف شنو مفهوم الدايمنشن بعد، شنو مفهوم اليونت، واضح؟ زين، إذا لهنا اتضحت. زين، هسه من نجي بالواقع الهندسي، احنا عندنا لتسهيل الامور نتخذ بعض الابعاد برايمري دايمنشن، يعني بعض الدايمنشن نعتبرهم الابعاد الاصليه الاساسيه. هاي شلون نعرفهن؟ اعتباطيا، ما لها اي اساس ولا تعتمد على اي شيء. مثل شنو؟ مثل اللينث، الطول. انا اقول الطول هو البعد الاساسي، واحده من الابعاد الاساسيه هو الطول. زين، بعد شنو؟ الكتلة، في بعض الأنظمة طبعا الكتلة. بعد شنو من الدايمنشن عندي؟ مثلا البرايمري دا أتكلم عني. إذا لينث، طول، كتلة، صحيح، الزمن تايم، بعد شنو؟ تمبرتشر، درجة حرارة. طبعا بعد أكو أي أيضا دايمنشن أخرى اللي حاليا مو ضمن موضوع، لأنه هواي يصير يعني تتشعب المواضيع. زين، فإذا عرفنا primary dimension هي أبعاد منعرفهم بذاتهم بدون الاعتماد على أي dimension آخر. زين، secondary dimension هو من اسمه واضح معناته شنو؟ معناته الأبعاد اللي هو ثانوي، يعني يعرف is defined in terms of primary dimensions، يعرف بس باستعانة من الأبعاد الأساسية الأصلية. يعني مثلا أنا من أريد أعبر عن المساحة، أقول المساحة هي بعد من الأبعاد، بس بعد ثانوي. شلون أعرفه؟ أعرفه بالطول تربيع، يعني عرفته بشنو؟ ببرايمري دايمنشن، عرفته ببعد أساسي اللي هو الطول، واضح؟ فإذن كذلك الحجم، أقول الحجم ما يحتاج أني أسوي primary dimension، الحجم هو عبارة عن أيضا بعد خاص، بعد بس secondary dimension، بعد ثانوي. شلون أعرفه؟ أستعين بprimary dimension وهو شنو؟ وهو أيضا الطول. أقول طول تكعيب هو يعطيني بعد المن للحجم. زين، بعد عندنا أبعاد أخرى، نعم أبعاد كثيرة ثانوية، كل كمية فيزيائية اللي بيها بعد، اذا بعدها secondary dimension نقدر نعبره بالprimary dimension. مثل شنو؟ مثل السرعة، السرعة ايضا هو بعد. زين، شلون اعبر عنه؟ اقول السرعة هو الى بعد، هو secondary dimension، ثانوي، بعد ثانوي. اعبر بمن؟ اعبر بالprimary dimension وهو شنو؟ هو الطول على الزمن، صحيح؟ إذن السرعة هو الطول على الزمن، أبعاده. ما دا أتكلم عن الوحدات، انتبهوا، دا أتكلم عن الأبعاد. زين، إذن عرفنا primary dimension، عرفنا secondary dimension. هسه طبعا شوي شوي نجي على اليونت اللي هو موضوع الأهم، بس هذا الموضوع أيضا جدا مهم حتى نفهم المفاهيم الفيزيائية. زين، طبعا قبل ما تصير هاي توحيد الوحدات وإلى آخره، يعني نجعل مقياس أو مقاييس حتى نسوي الوحدات على ضوابط محددة، كان كل شيء يخلون في primary dimension. مثلا شنو؟ مثلا للطول الانج يعرف بشكل مستقل، الفوت يعرف بشكل مستقل، المايل يعرف بشكل مستقل، كله شنو كان؟ يعني يعتبر وحدات خاصة للبعد الخاص. أو مثلا الحجم، الحجم ما كان يعرف ب primary dimension، وإنما لا، كان يعرف كل من على حدة. مثلا الحجم كانوا يعبرون عنه بالبرميل BBL، واضح؟ أو يعبرون عنه باللتر. بينما حاليا احنا في أغلب الأحيان طبعا بالأبعاد الستاندرد، يعني عفوا الأنظمة الستاندرد مثل SI unit، نستعين بالوحدة الطول الأساسية. مثلا المتر، إذا يصير وحدة الحجم أستعين بالمتر، يصير متر تكعيب وإلى آخره. هسه طبعا هذا راح نشوفه بشكل مفصل، ويعني خاف بعض الأشياء مو واضحة لكم، راح تتضح كلش هواية من نتقدم بالموضوع. زين، أنا عندي
إذن عدة primary dimension بس حسب النظام اللي أعتمد عليه، نظام الأنظمة، يعني أنا أتكلم عن نظام الأنظمة، هم أكو فرق. بعض الأنظمة تقريبا الكل متفقين أنه الطول، التايم، التمبرشر هو شنو أبعاد أصلية، بس بعض الأنظمة تعتبر الكتلة هو ال primary dimension، بعض الأنظمة تعتبر لا الفورس القوة هي ال primary dimension. لهذا السبب صاير عندنا شوية بعض المشاكل، طبعا بعض الأنظمة اللي نستخدمها. زين، حتى لا تصير عندكم أي مشكلة انتبهوا أنه قانون نيوتن هو يربط ما بين القوة والكتلة، ما بين القوة F والكتلة، صحيح؟ إذن قانون نيوتن هو شنو؟ F يساوي MA، واضح؟ زين، إذا أنا أستعين بنظام يعرف الفورس على شكل، أو يعني القوة بشكل مستقل primary dimension، من خلاله راح أحصل dimension لل M، يعني راح يصير قوة على التعجيل هو الدايمنشن المن للكتلة. وإذا أستعين بأنظمة اللي تعرف الكتلة بشكل نظام، العفو بشكل primary dimension، فإذن بكل بساطة أقول إذن القوة هي تكون secondary dimension، وتكون dimension مالتها الكتلة في من؟ في التعجيل من حيث الدايمنشن. المشكلة وين تكون؟ المشكلة تكون في أنظمة أنه هم الكتلة وهم قوة الفورس تعرف بشكل primary dimension، هنا تكمن المشكلة. زين، حتى نعالج هاي المشكلة أنا عندي فد معادلة، هنا قوة وهنا كتلة واثنيناتهم مستقلات، صحيح، عن بعض، فشلون أوافق ما بينهم؟ لازم أضيف فد ترم اللي هو جي سي، طبعا هو هواي يدوخ، بس احنا يعني أنا هاي فقط دا أجيبه هذا الجزء من المحاضرة، حتى إذا شوية مو كلش واضح عليكم دا أجيبه، خاف مستقبلا يمر عليكم. نضيف جي سي تيرم حتى يسوي المعادلة الجانب الأيسر والأيمن من حيث القيم متساوية. زين، جي سي جت قيمته، جي سي هو 32.174 pound mass foot per pound force على ثانية تربيع. زين، هذا في أي نظام؟ في النظام اللي نستخدمه عادة، هذا في النظام البريطاني جي سي يظهر. زين، جي سي شنو فائدته؟ قلت لكم أنه بالأنظمة اللي هم الماس وهم الفورس معرفة بشكل مستقل يظهر الجي سي. باقي الأنظمة اللي الماس برايمري دايمنشن والفورس سكندري ما تظهر هاي المشكلة، جي سي يكون بي واحد، أو العكس، إذا فورس بشكل مستقل والماس بشكل مستقل جي سي يبقى شنو؟ واحد. زين، هذا الجزء من المحاضرة أيضا مو كلش مهم، بس بعدين خاف يمر عليكم. زين، إذا عندنا كم أنظمة؟ عندنا هواي أنظمة، منها الـ SI unit، British Gravitational أو نعبر عنه BG، عندنا English Engineering EE system، عندنا سنتيمتر جرام سكند CGS، هو عندنا، إذا صار عندنا أربع أنظمة، وعندنا بعد أنظمة أخرى، واضح؟ فإذا هاي الأربع أنظمة اللي إحنا هواي راح ممكن تمر علينا، خاصة الـ BG وخاصة الـ SI، راح يعني هواية راح نستخدمهن. زين، إذا في كل نظام أشوف شنو الـ primary dimension هنا بهذا الجدول، ذاكري primary dimension هنا وهنا الـ unit system. بالـ SI mass هو primary dimension، force مو primary dimension، length، time، temperature وإلى آخره، بعد تقروا الجدول مو كلش مهم. زين، إذا عرفنا مفهوم الـ dimension وعرفنا شنو اليونت، زين هسه راح نقول اذا انا اريد احول من نظام الى نظام اخر، يعني انا عندي الكتلة كلها بالكيلوغرام، بس احتاج حتى افهم الطرف الاخر اللي ما يفتهم شنو مفهوم الكيلوغرام، ما عنده شعور بالنسبة لهذا الموضوع، يتعامل بالباوند ماس، شلون اقدر الارقام الكميات للكتلة اللي هي بالكيلوغرام احول اللي هي بما يعادله من شنو؟ بالباوند او باوند ماس، او احولها الى غرام، او مثلا اذا اتكلم التمبرتشر شلون احول الكلفن الى رانكين. هاي بالنسبه للبرايمري دايمنشن، هذني كلش بسيطه. مرات انا عندي سكندري دايمنشن، مثلا مثل شنو؟ مثل السرعه، مثل الضغط،
مثل التعجيل، هذني شلون احولهن؟ كل هاي راح نشوفها من خلال فيديو توضيحي بامثله. زين، بهذا الفيديو عرفنا شنو الدايمنشن وشنو الوحدات. شكرا جزيلا.